الساعة 1:10 صحينا من النوم يا خالتي عفازعة حريقة هاينا. ايش اقول لك؟ صرت قمت اجري انا وبناتي، قوموا يما قوموا يما نجري على المستشفى. ايش اقول لك؟ انحرق كل شيء، انحرق كل حاجه، انحرق زي ما انت شايف. انا املى سبع بنات وين اروح؟ خيمتي تدمرت، انتكبت كل وعينا وحالنا وفراشنا. نروح يا خالتي لمين نحكي؟ لمين نقول؟ وين الامان يا خالتي؟ احنا بنناشد كل الدول، كل الدول العالم تقفنا وتوقف معنا، توقف عنا الحرب. احنا تعبنا يا خالتي. طلع حاجه يما، طلع جيب بيت بناتي، طلع طلع وعينا. تقريبا الساعة 1:30 2 صحينا على صورة انفجار شديد جدا، وكم فظيع جدا، ويعني غير متوقع. توقعنا انه يوم قيامة ولا تشبيه بهذا المال. يعني كان نيران في كل مكان، النيران سقطت علينا واحنا في خيامنا، احنا طبعا نازحين، وخيام عبارة عن بلاستيك ومعرشات. سقطت النيران على خيامنا كما ترى، خرجنا يعني بأوعينا فقط لا غير، بدون الأحلام نلبسها، فلوسنا، أغراضنا، كله ضاع، جوالاتنا، وما فيش حاجة ضلت من شدة النيران الموجودة في المنطقة. دمار يعني كما ترى، يعني لا يصدقها أي عقل. بس بقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنتكلم بكل يا الله. بكى الله، بكى الله. يلا يلا سالم بالله، بالراحه بالراحه. انا عندنا